مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوين، حبايبي اجمل وارق متابعين. بناء على طلباتكم الكتيره النهارده هنعمل مع بعض صينيه البسبوسه بالقشطه. الصينيه دي حرام يتقال عليها صينيه، دي لوحه فنيه. مش عارفه اوصف لكم قد ايه جميله وطعمه ولذيذه وكمان خفيفه في نفس الوقت. النهاردة هنعمل مع بعض صينية من أجمل أنواع الحلويات اللي هتشرفك لو عندك عيد ميلاد أو عزومة أو أي احتفال اعمليها وانتي متأكدة ان هي هتشرفك وترفع راسك قدام ضيوفك. طعمها في منتهى الجمال، شكلها في منتهى الفخامة، مكوناتها بسيطة جدا جدا. أنا النهاردة عملتها معاكم بأبسط مكونات، محبتش أكلفكم ولا نزود في الدهون ولا الكوليسترول. هنعملها مع بعض بأسهل طريقة النهاردة. يلا بينا بقى نبتديها مع بعض. هنستخدم لصينية البسبوسة بالقشطة 3 من البيضات، والتلاتة لازم يكونوا طبعا في درجة حرارة الغرفة، وهنستخدم كمان نص كوباية من الزيت وزبدية كبيرة وزبدية صغيرة وأقل من نص كوباية سكر، يعني أقل من نص، مش محصلة نص، وكمان ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقتين صغيرين من البيكنج باودر او ملعقة كبيرة مليانة. انا استخدمت كيسين من البسبوسة او 4 كوبايات من دقيق السيمولينا. في بولة كده معانا هتكون طبعا ما فيهاش ولا نقطة مية، لان المية مع البيض بتعمل ريحة زفارة. هنضيف البيضات كده التلاتة، ولازم يكونوا في درجة حرارة الغرفة. وطالما ضفنا البيض يبقى اساسي اساسي لازم هنضيف بعد كده الفانيليا. هنضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وانا بحب الفانيليا السايلة لان ريحتها بتبقى مركزة. انا ضفت السكر، وبعدين هنضربهم كويس بالمضرب لغاية ما السكر يبتدي يدوب معانا. ممكن تستخدموا المضرب اليدوي او المضرب الكهربائي اللي يريحكوا. تمام كده. بعدين هنبتدي نضيف الزبادي، دي علبة كبيرة يا جماعة الحجم الكبير، ودي علبة صغيرة اللي هي الحجم الصغير. وهنبتدي نضيف حوالي نص كوباية من الزيت، وكمان انا ضفت، يعني ما ضفتش نص كوباية من الزيت، انا ضفت حوالي 1/3 كوباية من الزيت، وضفت يعني حوالي ملعقتين كده سيحتهم من السمنة، لاني بحب الميكس بين الزيت والسمنة، بيديني طعم حلو قوي. الزيت بيدي هشاشة والسمنة بتديني طعامة. تمام، هنبتدي نضربهم كده مع بعض كويس، الزبادي مع السكر مع الزيت مع البيض والفانيليا. ودلوقتي هننزل عليهم بدقيق السيمولينا او دقيق السميد. انا استخدمت الكمية دي يا جماعة اللي هي 4 كوبايات، علشان انا عملت الصينية اللي هي البايركس الحجم الكبير، اكبر حجم في البايركس. ضفت ملعقتين صغيرين مليانين من البيكنج باودر او ملعقة واحدة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. هبتدي اضربهم بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي المتوفر عندك، ممكن تستخدميه، كله صح. اهم حاجة ان احنا بس بندمجهم كويس مع بعض. انا عايزاكم تاخدوا بالكم من القوام بتاعه يا جماعة، هو ده الفيصل معانا، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. هنجيب صينية، طبعا صينية بايركس او الومنيوم او ستانلس او جرانيت، اي حاجة. اهم حاجة ان احنا لازم ندهنها دهنة حلوة، وبأكد عليكم مليون مرة لازم ندهنها دهنة حلوة، يعني دهنوها جامد مش دهنة خفيفة خالص. تمام، بعد ما دهناها كده هنعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا في الخطوة المهمة دي. هناخد نص الكمية بالظبط بتاعت البسبوسة ونضيفها في الصينية. انا بحب اقلب كده علشان اتأكد ان الخميرة والمكونات كلها مفيش حاجة ترسبت تحت او شوية طلعوا فوق. زي ما انتوا شايفين انا بقسم الكمية نصين بالظبط. تمام، ودي هتكون اول طبقة من طبقات البسبوسة. هنسويها كويس كده، بهز الصينية كده علشان تتوزع كويس. دي نص الكمية يا جماعة، هدخلها في الفرن، طبعا لو في اي نقطة من بره هنضفها. هدخلها في فرن ساخن مسبقا على الرف اللي فوق خالص، وهسيبها في الفرن حوالي ربع ساعة. تمام، هنبتدي دلوقتي نعمل القشطة. معانا 3 كوبايات من الحليب، 3 كوبايات يا جماعة.
هنضيفهم كده في طاسة أو كسرولة أو حلة أي حاجة، وهنضيف عليهم 3 ملاعق كبار من النشا. هنقلبهم على البارد الأول قبل ما نولع النار، بنقلب نقلب لغاية ما ندوب النشا، وبعدين هنبتدي نضيف عليهم السكر. انا ضفت 3 ملاعق بس من السكر، ما تكتروش عن كده، كان الحلى معانا مظبوط جدا جدا جدا. ضفت كمان حوالي ملعقة صغيرة خالص من الفانيليا، ودي بتأثر جامد في الطعم. تمام، بنفضل نقلب كده، مش هنشيل ايدنا خالص من الطاسة لان احنا كده مولعين النار زي ما انتم شايفين البخار. بنفضل نقلب نقلب علشان ما يتكتلش معايا ويبقى ناعم زي الكريمة. بصوا بقى، في المرحلة دي ممكن تضيفوا علبة قشطة، او ممكن تعملوا زي انا ما ضفتش قشطة لاني حابة ان هي تكون كريمة خفيفة جدا، او القشطة بتاعتي هي دي القشطة اللي احنا عاملينها دي. انا ضفت الحليب كفاية قوي والدسم اللي فيه كفاية قوي، محبتش اضيف قشطة، لكن لو حابين تضيفوا هتضيفوا علبة صغيرة من القشطة، ويفضل قشطة اللي اسمها بوك. تمام، هي في اي هايبر. انا استبدلت القشطة بنص ملعقة صغيرة من السمنة، دي بتديني مذاق حلو قوي قوي، وبتديني طعامة ودسامة، يعني بتخلي الطعم بصوا بيروح في حتة تانية خالص. لازم لازم تضيفوا حتة صغيرة من السمنة. يا سلام بقى لو كانت حتة سمنة بلدي. بصوا بقى، هو ده القوام اللي انا عايزة اوصله في الاخر، ما يكونش اتخن من كده ولا يكونش اخف من كده. بصوا بقى، احنا طلعناها من الفرن، لازم تطلعيها لما تلاقي البرواز الداير بتاعها ده، يعني الغلاف الخارجي ابتدى يبقى لونه ذهبي زي ما انت شايفاه كده بالظبط. كده خلاص هي مسكت نفسها البسبوسة. هبتدي اجيب بقى القشطة اللي انا عملتها دي واسكبها عليها او ادلقها عليها بالراحة خالص، لان خلاص طبقة البسبوسة دي يعني تماسكت في الفرن، هي كده يعني تعتبر نص سوا. بنسيب الطبقة الاولى من البسبوسة دي في الفرن حوالي ربع ساعة. اهم حاجة لازم تكون الجناب زي ما انتوا شوفوها كده ليها برواز اصفر كده، يعني ذهبي حلو. تمام، انا حطيت كل كمية القشطة لان احنا بنحب القشطة زيادة فيها، وهستنى. تمام، هستنى عليها لغايه ما تتشمع معايا وتبرد خالص. انا سبتها حوالي ساعه عادي في درجه حراره الغرفه، ما حطيتهاش في الثلاجه ولا حاجه، لغايه ما اتشمع واستك معايا كده، وبقاله وش كده جامد، يعني صبعي كده لو حطيته ما ينزلش فيه. تمام، بعد كده انا جبت النص تاني من البسبوسه وحطيت عليه ملعقتين كبار من جوز الهند، وده اختياري، لو حابين تضيفوه براحتكم، مش حابين تضيفوه برضو براحتكم، بس بصراحه بيخلي الطعم غني والريحه بتاعتها في منتهى الجمال. تمام، بديله تقليبه حلوه كده علشان ادوب الجوز الهند مع البسبوسه، وهبتدي اضيفه فوق طبقة القشطة. بس بصوا، خلوا بالكم بالراحة خالص خالص، يعني انا بضيف كده يعني حبة حبة صغننين خالص، ربما لو ضفتوه مرة واحدة ممكن يعمل حفرة في النص ويبوظ لي القشطة. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني بنوزع كده زي ما انتوا شايفين بالملعقة، حبة حبة صغيرين خالص خالص، اوعوا تحطوا مرة واحدة. تمام، علشان ما تفاجئوش الصينية وتتصدم بس ويحصل لها مضاعفات. احنا بنوزعهم كده بالراحة خالص خالص يا جماعة، وانا ما بدوسش بالسباتيولا ابدا ابدا، انا يدوب من فوق لفوق كده بالراحة خالص بوزعهم في الصينية، لكن انا مش بضغط ابدا ولا بدوس ابدا علشان القشطة بتاعتي ما تبصش. تمام كده، ممكن يدخلوا في بعض بالراحة خالص خالص. انا يعني بصوا، اتعاملوا معاها اكنكم بتتعاملوا مع حاجة حساسة ورقيقة جدا جدا جدا. كمان انا جبت جوز الهند واديتها رشة كده بسيطة قوي من فوق علشان تعزل لي الريحة والطعم. انا من الناس اللي بتعشق جوز الهند، وبصراحة بسبوسة بالنسبة لي يعني جوز هند. ابتديت ارش كل الوش بتاع البسبوسة بجوز الهند. كان معايا لوز، حبيت ازوق البسبوسة. انتوا لو عندكم فول سوداني ماشي، لو عندكم فستق برضو ماشي، لو عندكم اي حاجة ممكن تزوقوا بيها. كمان لو عندكم الكريز اللي هو اخضر واحمر عادي ممكن برضو تحطوه، اي حاجة تعجبكم يا جماعة تزوقوا بيها. كمان لو مش حابين تزوقوا باي حاجة عادي برضو كله متاح، اهم حاجة في النهاية بصراحة الطعم الحلو بتاع البسبوسة بالقشطة.
انا مش عارفة اقول لكم يعني واوصف لكم جمالها ازاي. من اجمل وافخم الحاجات اللي يعني انا بعملها البسبوسة بالقشطة، مفيش حد بيدوقها الا لما بيعشقها. هدخلها كده الفرن على درجة حرارة نفس الدرجة اللي كانت عليها في الاول 180 في الرف اللي فوق خالص، هتاخد معايا حوالي ما بين 25 دقيقة ل 30 دقيقة لغاية ما تستوي خالص، هيبان من الجناب بتاعتها يا جماعة. ولو ما بقاش وشها احمر كده ممكن تولعوا لها الشواية، انا ولعت لها الشواية دقيقتين بس، اوعوا تغفلوا عنها. ده السيرب يا جماعة انا عملته عبارة عن كوباية ونص من المية مع كوباية الا ربع من السكر، غليتهم وحطيت لهم نص ليمونة وسبتهم يغلوا لغاية ما بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والتركة المهمة قوي ان انا حطيت لها نص ملعقة من السمنة في السيرب. بصوا بقى طعم وريحة السيرب بيبقوا حاجة تانية خالص. البسبوسة قبل ما بسقيها بالسيرب انا بحب اديها تغريزة كده بسيطة بعصاية الشيش طاووق علشان اضمن ان السيرب هينزل في كل حتة في الصينية وكل الصينية هتبقى متشربة من السيرب. ما تنسوش التركة المهمة اللي كنت بقول لكم عليها دي يا جماعة، لازم تضيفوا نص ملعقة من السمنة في السيرب، بتخلي ريحته وطعمه في منتهى الروعة والجمال. كمان ممكن تضيفوا للسيرب، انا ضفت نص ملعقة صغيرة من الفانيليا. الاضافات البسيطة خالص دي يا جماعة هي دي اللي بتفرق في الطعم، هي دي اللي بتفرق الصينية بتاعتي عن الصينية بتاعت جارتي عن صينية اختي. لازم الصينية بتاعتي تبقى متميزة كده ويبقى طعمها وريحتها يجيب لاخر دور. هنستنى شوية لغاية ما تشرب كل السيرب، ما تكتروش يعني، لغاية ما هتبقى طبعا بصوا هتشرب السيرب وهتبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى القوام، يعني بصوا الطبقات بتاعتها تخينة، علشان كده انا قلتلكوا حطيت 4 كوبايات من دي السيمولينا، احنا بنحبها بالحجم ده يا جماعة. لو حابين تقللوا عن الكمية دي براحتكم خالص خالص، ولو حابين تعملوا صينية صغيرة كتجربة انا ما انصحكمش، لسبب واحد ان صينية البسبوسة بالقشطة بتتنسف نسفا مبينا، دي ما بتباتش في البيت يا جماعة. انا مش عارفة اوصف لكم جمالها ازاي بصراحة، بصراحة صدقوني للامانة التصوير ظالمها، انا بحاول اصورها في كل الاتجاهات عشان اوصف لكم جمالها وروعتها، بصراحة ابداع. يعني دي حرام يتقال عليها صينية، انا دايما اقول انها لوحة فنية، شكل وقوام وطعم وحاجة كده ناعمة وبتدوب في البق دوبان. انا هستنى انكم لازم تجربوها يا جماعة، ما ينفعش كده تتفرجوا عليا، لا لازم تجربوها. بصوا هتشرفكم بجد على السفرة، لو عندك عيد ميلاد او حفلة او لو عندك ضيوف جايين لك، بصي اعملي الصينية دي وعلى ضمانتي بجد بجد حاجة روعة ومشرفة وخطيرة وتعمة جدا جدا. انا صورت لكم الصينية من اكتر من زاوية وباكتر من تقطيعة علشان نفسي بجد بجد تجربوها. يعني انا لما بحب حاجة وبعرف ان هي ممتازة ببقى نفسي بجد بجد انكم تجربوها علشان تفرحوا بيها وتستمتعوا بيها. اتمنى من كل قلبي لو كانت عجبتكم وصفة النهاردة تعملوا لايك وشير وكومنتات كتير عشان الفيديو بتاعنا يترفع في اليوتيوب ويوصل لاكبر عدد من الاصدقاء والكل يستفيد. يا جماعة كنت مبسوطة قوي معاكم النهاردة، وبإذن الله هنتقابل تاني وتاني مع وصفات جميلة وجديدة ومتميزة على مطبخ ناهد فاروق. بتمنى من كل قلبي بجد يعني تجربوا الوصفة، وهستنى تبعتولي التطبيقات الجميلة بتاعتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان أصدقائنا برضو توصلهم الوصفة ويستفيدوا منها. ومتأسفة جدا ليكم يا جماعة لو كنت اتأخرت عليكم، لأن انتوا بتطلبوها ليكم فترة لكن أنا بيبقى في طلبات ليها الأولوية، فأنا بنفذ كل طلباتكم حرفياً.